مساء الخير، ومثل كل يوم ثلاثة من كل أسبوع عم نرجع يتجدد لقائنا على فيسبوك نواعم ولا أولاندو تي في حتى نحكي عن مواضيع مهمة كل العالم بيهتموا فيها، اللي هي كيف نهتم بجمال الوجه، كيف نهتم بجمال كيف نهتم بجمالنا. يلي عم يفتش عليه هو الحصول على شفاف يكونوا ناعمين، نشيل العبسة. واليوم الموضوع الأهم اللي بدنا نحكي عنه هو تايجر آي. بتعملي هيك مثل ما عم نشوف هالشغلة، هي كتير مزعجة وبتأثر سلبا. كل ما كبرنا بالعمر كل ما بيصير يطلعنا خطوط جنب الأنف يلي بنعرفه بالتايجر آي أو الباكس باني آيز. المهم اليوم يلي بدنا نعمله عند زينة هو اشياء بسيطة لحتى تجدد من جميلة الانسان. لو كان حلو هيدا ما بيمنع انه يلجأ لبعض التعديلات او بقول معنن تاتش اب الصغار لحتى نقدر نكبر سنا مع الحفاظ على جميلنا. يلي بعد موجود عند زينة هو كمان شغلة يمكن بتزعج بالضحك. وقت ما بنضحك بشكل كتير منلاقي انه اضحكي اكتر اكتر اكتر، منلاقي انه لسه بتبين وبتبين بشكل واضح. كرمال هيك انا بفضل عطول انه نتخلص من هالشغلة. رجعي اضحكي 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 اضحكي، منلاقي الجامي سمايل صارت ظاهرة. بالرغم من جمال سنينة وجمال شفافة، لكن الجامي سمايل هي شغلة منا كتير مستحبة بالجميل. يلي منفتش عليه اليوم هو انه نقدر نضحك من دون ما تبين الجام، وهيك من بعد اللجوء لشوي من البنج نقدر نعمل العلاج تبعنا يلي هو بيلعب دور كتير مهم بالحفاظ على شفافنا. وبدي كمان اقول عن شغلة هي كتير مهمة. كل انسان بس يكبر بالسن بيضعف شفافه او بيفقد الكولاجين يلي موجود بشفافه، يلي هو فعلا بيؤدي الى تجاعيد بالشفاه، خاصة من بعد ما نحط احمر الشفاه. اما مثل ما منشوف عند كبار السن منلاقي مع الوقت بيصير عندهم كتير تجاعيد على الانف. اليوم ومع تطور الطب التجميلي صار نقدر نكبر من دون ما كعنا تجاعيد او خطوط ظاهرة على الانف. هيك اللي حنعمله، اول شيء حنبلش بعلاج تجاعيد الشفاه. منه بالمهم العلاج يؤدي الى تكبير الشفاه. مثل ما عم نشوف ما في الم، مثل ما عم نشوف لجأنا الى حقن الشفة من الميلة اليمنى. هلا اللي حنعمله هو مسح كتير، كيف نقدر نحقن من فوق كمان بشكل جدا ناعم. يلي عم قوله أنا إنه بالشفاه مش مهم إنه نكبر الشفاه، منه هيدا الهدف. الهدف الحصول على شفاه يكونوا متناسبين مع شكل الوجه. وهيك مثل ما عم نشوف منلاقي انه اللي حصلنا عليه هو تجميل الشفاه من ميلة اليمين، ما منلاقي هالفرق الكبير بين الميلة اليمنى واليسرى. اما فيما خاص خطوط تايجر اي، العلاج هو جدا بسيط، وهالشي من خلال حقن البوتوكس بعضلات الأنف. عم تحسي بشي؟
على فكرة أنا تخيلت أتوجع أكتر من هيك بكتير، يعني أبدا، وحتى شوي إنه عادي بس مش هالشي المهم. وهيك بنكون خلصنا حتى من علاج التايجر اي. إيدك كتير خفيفة. ثانك يو. بنعبس شوي، بنعبس كمان مثل ما عم نشوف مع كل جمال عيونها لزينة، بس بنلاقيها بتعبس عبسة، بنلاقي انه تغير الجميل، شكل الحاجب صار منه حلو ابدا. عبسة بليز. بنلاقي فعلا تغير الحاجب وعطى، يمكن هبطوا الحواجب على الجوانب وقت ما بتعبس. عبسة هيدي العبسة مع مرور الزمن بتولد آثار يلي هي ظهور التجاعيد بالجبين أو ما يعرف بزقرة الأسد. كمان نقدر نتخلص منه بشغلة جدا سهلة، عبسي بليز رخي. وهيك بنكون كمان خلصنا التجاعيد يلي ظاهرين عنا. بيبقى عنا الميل التاني من الشفاه، بنقدر ناخد المراية بليز. جد دكتور نادر، ما معقول ايدك شو خفيفة، انجأ كأنه عم بيجي حواجب يعني. ليه ده؟ اذا بتطلعي برمي شوفي كتير حلو الافيه ناتشورال، عن جد ما بنلاقي هالفرق بين الميل بعده والافيه ناتشورال. وبيبقى عنا نعمي مسحيلي بليز، بقى عنا نعمل الشفايه تنكمل الكونتور. ومثل ما ذكرت بالسابق، وجه لزينة كتير ناعم، كرميل هيك ممنوع نكبر كتير الشفايف. هيك مبدئيا بنكون خلصنا يعني بوقت كتير بسيط. عملنا شفاف تحت يصيروا بلبوز، عملنا التايجر اي، عملنا البوتوكس بالجبين، وهيك بنكون تخلصنا من كل هالمشكلة اللي موجودة. فيما خص موضوع اليوم يلي هو التايجر اي، مشكلة كتير كبيرة بيعانوا منها كتير من الناس، كل ما تضحكنا بتصير هالاثار تزداد شوي بشوي. كيف لقيتي؟ فيري نايس، بعده ناتشرال وكتير سيمتريك، ما بيوجعوا ابدا مثل ما كانوا بيقولوا يعني خوفا يعني. وعادة بالشفاف لازم على طول ننفخ المنطقة الحمراء، لأنه للأسف بعض الناس بينفخوا من فوق، هالشي بيعطي شكل منه حلو. اللي خصيناه بالذكر اليوم هو كيف نقدر نتخلص من عين النمر. رجع اعملي هيك، منلاقي هالنظرة، اضحكي اضحكي ايه شدت له، منلاقي كتير من الناس عندهم خطوط هون، لكن نقدر نتخلص منهم او اقلهم ما نخليهم يزدادوا باستعمال الوخز. عملي اوكي هيك مخلص. اما اللي بتعاني منه كمان زينة مثل ما سبق وحكينا هي الجامي سمايل. الجامي سمايل كمان علاجة جدا سهل، تقضي انه نوقف حركة العضل يلي بيشغل الشفه.
ولا وهيك بكون خلصنا حتى ما منلاقي في دم يعني بشكل كتير بسيط ومنه مزعج أبدا. نحصل على شكل يقدر يعطينا ثقة بالنفس نكون متصالحين مع زيتنا، يعني ما بدنا نعيش كل الوقت عم نحلم انه نكبر شفافنا. وانا هون بدي اقول انه زينا ما بيلبق لتكبير الشفاف بقدر ما انه نفردهم، وهيدا يلي عملناه. وهلأ مع كل الـ يمكن الرياكشن يلي موجودة ومنهم مبينين كبار. اما على صعيد الجسم انه جسمه كتير حلو، منه غلط انه نلجأ بعض الشيء للتعديلات البسيطة يلي بيصيروا موجودين عنا اوقات، بعض الدهونات اللي بتكون موجودة على الخصر هون، خاصة عند السيدات يلي بيكونوا بريجننت بفترة الحمل بيوقف الاستروجين. وقف الاستروجين بيخلي السيدة يصير في عندها تراكمات دهنية بهيدا المنطقة وبهيدا المنطقة. هون منقدر مجرد ما نشتغل على الدهن اكين شلناه هون بالليبوسكالتشر بالليزر او بالفريزينج، منقدر نحصل على هالسيلوات الحلوة بالجسم يلي كل سيدة بتتمنيها. ومش بس هيك، بيقدروا يعطوا شكل الارداف بالواجهة. مجرد ما نقدر ننحط الخصر من هون بقدر ما بتبين المؤخرة اجمل. كل انسان بحب يحافظ على جسمه مع الوقت، كل ما كبرنا سنا كل ما صار في عنا شوي ترهل بالجلد، لكن بهالطريقة بنقدر غالبا نشيل الدهن من منطقة القصر ونحطهم بأعلى المؤخرة للحفاظ على شكل أجمل مع مرور الزمن. وهون بدي أقول كل ما السيدة مرقت بفترات حمل كل ما أثر سلبا على جسمها على بشرتها وعلى حياتها. كتير خايفين من انه الصبي بقوله بتوجع وانه هيدا ابدا يعني ما حسيت، وانا حدا كتير بيتوجع يعني كنت عن جد كتير ريلاكس، وحتى ديورينج هيدا انجأ يعني ماشي منه دولورو ابدا مع انه اخذت وقتي.